أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، ونحن نعيش أفضل الأيام، حيث ولد أعظم مولود شرف الوجود، حيث ولد سيد ولد آدم ولا فخر، وصاحب لواء الحمد ولا فخر، وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة ولا فخر، حيث ولد من سيظل نوره ما دامت السماوات والأرض، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم شعائر صلاة الفجر من مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد فاق الذرى حاز المكارم والتقى والجودا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، بدءا من الآية 58 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها
عليك. الله يا مولانا. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. الله أكبر. عليك. الله أكبر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الله أكبر. الله عليك. ما شاء الله. الله عليك. ما شاء الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. الله أكبر. عليك. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله يشرح صدرك طوالي يا رب. الله 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 أكبر. ذلك خير وأحسن تأويلا. ما شاء الله. ما شاء الله. عليك. ألم تر إلى الذين يزعمون أن ما شاء الله عليك. وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لا إله إلا الله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا عليك يا عم الشيخ عبد الناصر. عليك الشيخ. ما شاء الله.
افتح عليك. الله اكبر. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا إله إلا الله. فكيف إذا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله 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 الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اشرح صدرك طوالي يا رب. أمين أمين. الله 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 الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله 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 الله. نعم هذا القرآن فتح الله عليك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. نعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن وكفى بالله عليما.
الله. يا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم لمن ليبطئن وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب القرآن الكريم وأنوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذه التلاوة القرآنية المباركة
تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نعيش أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيام شهر ربيع الأنور الذي نوره الله عز وجل بميلاد من بعثه ربه رحمة للعالمين. أكبر رسول الله والزم شرعه، فالمصطفى أولى به الإكبار، واجنح لروضته الشريفة باسما فبحسنها تتمتع الأبصار، فهو الحبيب المصطفى فالجأ له، فبمثله ما جادت الأقدار، وهناك سله شفاعة ميمونة من فضلها يتحسر الفجار. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين، لحظات السحر، يطيب لنا أن نتوجه إلى الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا وأن يديم عليها عزها ومجدها. فهيا بنا في هذه اللحظات نرفع أكف الضراعة إلى الله، ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ عفيفي محروس إبراهيم. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء سبحان ربي الكريم، سبحان ربي الحليم، سبحان ربي العظيم، سبحان الفتاح العليم، سبحان الرزاق الكريم، سبحانه وتعالى، سيدي يا رسول الله، المدح هلل لله
الحبيب محمد بعد الإله مدحت فيك غداك متفرد حاز المحاسن كلها كل القلوب تعلقت بها تعليق المدح هلل للحبيب محمد بعد الإله مدحت في المحاسن كلها كل القلوب تعلقت بهواك نحتاج منك يا مصطفى يا مجتبى يا مصطفى وجع القلوب محير طابت قلوب قاربت لشباك يا رحمة للعالمين يا رحمة يقتدي بخطاك صل عليه هتلر الله اكبر الله اكبر الله الله ما خاب سعي يقتدي بخطاك اي نعم أنت محلق في أرضه وفي السماء
وفي السماء رب العلا علاك إن ضل قلبي في الهوى فملاذه ذكر الإله ذكر رفع الإله مكان أحمد في العلا ومحمدا في الأرض قد سمى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إلا الله